السلام الله عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى آخر موعد إخباري مباشر مستهله كالعادة بالعناوين. وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكش أبدعوا لوحات فنية للتعبير عن ما يخالجهم من أحاسيس تعبيرا عن معاناتهم. وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة التأموا في ورشات تدريبية فنية بمنطقة أيتفاس كنواحي مراكش، ورشات مفتوحة تتيح لهم التعلم من خلال الرسم واكتساب مهارات فنية تفك عنهم العزلة وتوسع من خيالهم الإبداعي. ريبورتاج لحسن هبان، محمد شحيمة. ورشات فنية تفك عزلة اجتماعية فرضتها الإعاقة على هؤلاء الأطفال، أقيمت بفضل جهود جمعوية مشتركة هنا في منطقة أيتفاسكا بإقليم الحوز، تفتح نوافذ لذوي الاحتياجات الخاصة على الإبداع الفني. كنا عندنا حالات يعني الإعاقة تاع التوحد، يعني عرفتوها إعاقة مرهقة بزاف، وحنا تنشطوا معاهم شي شويه وتنحاولوا نبدلوا لهم الجو. الورشه يعني مختلطه، فيها اطفال ذات احتياجات خاصه وفيها اطفال كذلك عاديين من اجل الادماج. تدمج هذه الورشات هذه الفئه تجنبا لاحساسهم بالنقص وتمكينهم من ممارسه ادوار فنيه فاعله في المجتمع مستقبلا. هذا النشاط هذا درناه باش انه ندمجوا الاطفال يعني ذوي الاحتياجات الخاصه مع الاطفال العاديين. فيها اولادنا لقوا ورشه الرسم باش تساعدهم على التفتح وعلى الادماج في وسط المجتمع. نشر مشاعر البهجة والتفاؤل، تعزز هذه الورشات الفنية ثقة هؤلاء الأطفال بأنفسهم، غير أن مسؤولية إدماجهم لا يجب أن تقتصر على مبادرات جمعوية فقط. في ختام المسائية يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار الوطنية والدولية على موقعنا على الأنترنت dozen.ma وعبر منصاتنا على صفحات التواصل الاجتماعي. في الختام لكم تحية طاقم النشرة، شكرا لوفائكم، دمتم بخير، في أمان الله.